هلا والله بمتابعين هروج المصارعة، حلقة جديدة من هروج في مثل هذا الأسبوع. يلا نبدأ مع أول حدث. في مثل هذا الأسبوع وقبل 39 سنة ظهر الرمز الأول لعالم المصارعة الحرة هولك هوغن لأول مرة في حلبات عالم المصارعة. أي قبل 39 سنة بدأت عالم المصارعة الحرة. وفي مثل هذا الأسبوع وقبل 36 سنة أقامت الـ WWE عرض الشوداون، حيث احتوى العرض على عديد من الأسماء الأسطورية من أنحاء العالم مثل أنطونيو أوناكي وتاتسو فوجينامي وتشافو غريرو الأب وبوب باكلند وبيدرو ميندوز. وكان في العرض مباراة كبيرة جمعت أندري العملاق وهولك هوغن وانتهت بفوز أندري. وكان المين ايفنت للعرض مباراة قفص جمعت لاري زباسكو وبرونو سان مارتينو، والتي اعتبرت أفضل مباراة في عالم المصارعة في تلك السنة، وأكيد كلها تحضن وتبطح. وفي مثل هذا الأسبوع قبل 26 سنة تم بث آخر عرض متلفز للاتحاد العريق AWA، والذي كان المين ايفنت له لاري زباسكو ضد هاري ريس وعلى لقب العالم للوزن الثقيل AWA. وفي مثل هذا الأسبوع وقبل 24 سنة فيدر حبيب الكويتيين يحقق لقب الـ IWGP للوزن الثقيل ليحتفظ به لمدة تزيد عن 300 يوم كرقم قياسي في حينها. طيب، وفي مثل هذا الأسبوع قبل 23 سنة فاز هولك هوغن في آخر مباراة له قبل رحيله عن الـ WWE، وكانت بالديكيو ضد الراحل يوكوزونا. وفي مثل هذا الأسبوع وقبل 20 سنة هوليوود هوغن يهزم العملاق بيج شو وينتزع لقب العالم، وقام بشخبطة شعار الـ NWO على الحزام. شخبط شخبيط لخبط لخبيط شخبط شخبيط لخبط لخبيط. وفي مثل هذا الأسبوع وقبل 19 سنة وفي احتفالية الحلقة رقم 100 لعرض النايترو، لوكس لوغر يهزم هوليوود هولك هوغن وينتزع منه لقب العالم للوزن الثقيل، وهذا أول انتصار للWCW على الNWO. في مثل هذا الأسبوع وقبل 19 سنة سابو ينتصر على تيري فونك وينتزع منه لقب العالم للوزن الثقيل في الACW في مباراة أشياك تحيط بالحلبة. طيب إيش مفرد أشياك؟ شيك، خلنا نقول أسلاك، أسلاك تحيط بالحلبة. في مثل هذا الأسبوع وقبل 17 سنة في عرض النايترو هولك هوغن يسعد عالم المصارعة الحرة بعودته لللبس الأحمر والأصفر بعد غياب لثلاث سنوات بسبب تأديته لشخصية هوليوود هوغن. في مثل هذا الأسبوع وقبل 17 سنة في عرض الرو الراحلة تشاينا تهزم تريبل اتش في مثل هذا الأسبوع وقبل 17 سنة وفي عرض الرو الراحلة تشاينا تهزم تريبل اتش و شوي بريث، أبي أتنفس بريث، خلوني أقدر شوي. في مثل هذا الأسبوع نعيد في مثل هذا الأسبوع وقبل 17 سنة وفي عرض الرو الراحلة تشاينا تهزم تريبل اتش أندرتيكر لتحقيق إنجاز تاريخي لتصبح المصنفة الأولى لمقابلة حامل لقب الـ WWE. وفي نفس العرض ظهر كريس جيريكو لأول مرة على حلبات الـ WWE عندما قدم سيجمنت أسطوري مع ذا روك. طبعا المباراة فيها أسباب، يعني مو مني وطريق، وطبعا تريبل اتش دائما هو النكبة. في مثل هذا الأسبوع وقبل 15 سنة وفي عرض سماك داون دي دي بي وكاينون ينتزعون لقب العالم للفرق للWWE من فريق الـ APA. في مثل هذا الأسبوع وقبل 15 سنة وفي عرض سماك داون أندرتيكر وكين يحققان لقب الفرق للWCW. في مثل هذا الأسبوع وقبل 14 سنة آرو تروث يهزم كين شامروك في اتحاد TNA وينتزع منه لقب العالم للوزن الثقيل الـ NWA، ليصبح آرو تروث أول أمريكي من أصل أفريقي بل الوحيد في التاريخ الذي استطاع تحقيق لقب NWA للوزن الثقيل. وفي مثل هذا الأسبوع وقبل 14 سنة وفي عرض سماك داون
بروك لازنر يسجل أعظم انتصار في تاريخ سماك داون عندما أخضع هولك هوغن، ويعني بالفوز مو نظيف خلنا نقول المهم يعني. وفي مثل هذا الأسبوع وقبل 10 سنوات WWE تبث برومو عن عودة غريبة لجيف هاردي بعد غياب لسنوات، ونتمنى أنه يتحقق هذا الأسبوع ويرجع لنا جيف هاردي من جديد. يعني المسألة صحيح صعبة ولكن ما في شيء مستحيل. في مثل هذا الأسبوع وقبل 6 سنوات WWE توقع عقد مع النجم سيث رولانز لينضم للاتحاد التطويري FCW. في مثل هذا الأسبوع وقبل 5 سنوات كيرت أنجل يهزم ستينج بشخصية الجوكر وينتزع منه لقب العالم للوزن الثقيل TNA. خلونا نقول من روائع TNA. طيب أعياد ميلاد، في مثل هذا الأسبوع أكمل النجم الرائع دين مالينكو عامه 55، ألف مبروك. وفي مثل هذا الأسبوع أكملت النجمة سيبل زوجة الوحش بروك لازنر عامها 49، وهي أكبر من زوجها ب10 سنوات. ويقولون كل رجل عظيم وراه امرأة، أي عظيم وهو مفشلنا ماخذ متعاطي؟ أيوة متعاطي. كل ما رحت الدوام وشفت ربعي اللي يشجعون لي أوف سي يقولون ها وحشكم هو المتعاطي، أنا شرد عليهم أقول لهم أخذ حبة زكامر، ما تجي خلاص هو متعاطي، لا حول ولا قوة. وفي مثل هذا الأسبوع أكمل النجم ويد باريت كينج باريت عامه 36، والله توه صغير ونتمنى أنه يرجع للWWE. موهبة وحرام الWWE تفرط في مثل هذا الموهبة العظيمة، مو عظيمة بدون عظيمة، موهبة. وفي مثل هذا الأسبوع أكملت النجمة أليكسا بلس عامها 25، 25 بعد مناسب ومقارب جدا جدا، أصير لتبليس أنا ليش لا، خلاص راحت عليك يا جود. شكرا لحسن الاستماع يا أعزائي المشاهدين، صراحة بدأت خلاص لو استمر الحين تكليجات من خلاص، فخلونا لا تنسون من اللايكات والتعليقات الجميلة. كان معكم صوت الشرق، واعذروني إذا صوت المكيف كان مزعج لأن تدرون درجة الحرارة تكون 50-51، فالمعذرة. والحلقة طولت شوي، ممكن عقوبة من فريق الإبداع لأني غبت الأسبوع الماضي. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.